طب انا مضطر اقفل دلوقتي عشان انا داخل على لجنه. باي باي. رخصك. 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 بطل غلاسه وقولي مين اللي كانت معاك دي. مين اللي كانت معايا فين؟ مين؟ الغندوره السايحه اللي رحت جبتها لنا وعملت لي فيها مرشد سياحي وعملت تفرجها هنا وهنا وقال ايه في الاخر روحتها. انت قصدك على ميس فريده. ايوه 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 ده دي اخر سايحه موجوده عندنا في مصر وعشان كده لازم اهتم بيها واخد بالي منها. ما انا عرفتك عليها. ايوه مين ميس فريده؟ خطيبتي. باي فانسي. في ايه يا اخويا؟ فانسي ايه؟ علمتها لي باللغات. في منها؟ ده انا لسه كنت عند حنتومه و... حنتومه؟ حندومك. انت لسه بتروحي عند البنت الدجاله دي؟ غلط كده يا شو. انت اكيد بتهزر مش كده؟ اكيد عايز مصلحه من البت دي وبعد كده هتخلص منها. وانا طبعا معاك زي ما هنجيب رجل التانيه ونخلص منها مش كده؟ تانية مين ورجل مين؟ انت وريني. يا نهار ابيض حراره. كم مره قلنا بلاش تشاش ساعه ونخرج في الفسحه؟ فسحه ايه؟ انا مجنون وبكره اصور لك قتيل في البيت ده. ليه كده يا شراني؟ انا زعلتك في حاجه؟ انا زعلتك في حاجه. طب ليه؟ انت عايز ايه من البت دي بالظبط؟ الجواز ان شاء الله على سنه الله ورسوله.